وهذا رجل يقول: أحب التردد على المساجد والمكوث فيها بعض الوقت استشعارا للروحانية المفقودة في هذا العصر، ويتهمون البعض بأن هذا يتنافى مع وجوب العمل والسعي لكسب العيش، فماذا أفعل؟ وردت نصوص في فضل التردد على بيوت الله، كقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وكقوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بحب المساجد، رواه البخاري ومسلم. وإخباره عن الذين يخرجون من بيوتهم لصلاة الجماعة في المسجد أن بكل خطوة حسنة، وأنهم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسهم في المسجد منتظرين الجماعة، كما رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، كما رواه مسلم. وكما قال أيضا: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، رواه البخاري ومسلم. والغرض من هذه النصوص أولا المحافظة على الصلوات، وثانيا أداؤها في جماعة لتقوية الرابطة الاجتماعية، وثالثا تعمير المساجد وعدم هجرها، ورابعا البعد عن أماكن اللهو واستغلال وقت الفراغ في الخير. فإذا لم يكن هناك ما يشغل الإنسان من جهاد في سبيل الله أو كسب عيش أو عمل خير، فالأفضل له أن يمضي أكثر وقته في بيوت الله، لأنها خير البقاع كما جاء في صحيح مسلم وغيره. ولا يقصد بذلك ترك الواجبات الدينية الأخرى والدنيوية التي تحقق الخير للفرد والمجتمع من أجل دوام الصلاة في المساجد، فهو سبحانه القائل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعجبه لزوم أبي أمامة للمسجد في غير أوقات الصلاة بسبب همومه وديونه، ولكن علمه ذكرا يقوله وهو يسعى حتى يحقق الله له ما يريد، رواه أبو داود. ولا يعني فضل التردد على المساجد أن كل من يتردد عليها يكون مكرما عند الله، فإن العبرة بالنية كما نص الحديث: وكم من الناس يلازمونها ولهم أغراض غير مشروعة، كما كان المنافقون أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. والله قد قال في من يعمر مساجد الله، قال: ولم يخش إلا الله. وقال في المرائين بها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أي لم يستفيدوا منها شيئا من الأخلاق الحسنة، لأنهم لم يحسوا معناها الحقيقي وفهوا عن سر تشريعها، كما قال رب العزة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالخلاصة أن التردد على المساجد لا يمنع مزاولة الأعمال الدينية والدنيوية الأخرى، وإذا تردد على المساجد يكون ذلك إخلاصا لله، والله أعلم.